لأن تمنها يفوق لآلئ بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها تطلب صوفا وكتانا وتشتغل بيدين راضيتين هي كسفن التاجر تجلب طعامها من بعيد وتقوم إذا الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفريدة لفتياتها لتأمل حقلا فتأخذه وبثمر يديها تغرس كرما تنتك حقويها بالقوة وتشدد ذراعيها تشعر إن تجارتها جيدة سراجها لا ينطفئ في الليل تمد يديها إلى المعزل وتمسك كفاها بالفلكة. أول سنة بحكي بعيد الأم ويعني مش عارف إيش أقولكم يعني. هي موجودة عند الرب أكيد يعني. ولكن يعني صعب الإنسان يتصور إنه يحتفل بعيد الأم وأمه مش موجودة. لأنه بالفعل هذا العيد هو يعني هو مش مجرد عيد. إنه الإنسان بس مجرد يقدم هدية لأمه وقول لأمه أنا بحبك وخذي هاي هدية لا العيد هذا هو يتذكر أمه يتذكر شو عملت الأم لابنها ويضع هذا الإنسان رجل الله والله طلع كلمات الله في داخل ابنه وساعتها رح يصير في شيء خارج. Speak over you words of blessing. أنا اليوم بطلب كلمات البركات عليكم. May the Lord give you strength in your body, in your soul, and in your spirit. الرب يعطيكم بركة على روحكم وأنفسكم وجسدكم. May God give you creative ideas on how to minister to your family and your community. الرب يعطيكم أفكار خلاقة كيف تبشروا وتخدموا أولادكم وعائلاتكم. May God fill your mouth with prayers that are effective to reach the heart of God that He might answer you. والرب يملأ أفواهكم بالصلوات حتى تصلوا من أجل عائلاتكم حتى الله يلمس عائلاتكم وأولادكم. And may next year at this time, you look back and see the hand of God moving in your life in a powerful way. ليت السنة الجاي بنفس اليوم باحتفال عيد الأم إنه تتذكروا شو عمل الرب في حياة أولادكم. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God.